السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريان جديد، جاب لكم مقطع جديد. في هذا المقطع راح نسوي رد فعلي على مقاطع قديمة، طبعا لابس نظارات عشان نقدر نحدد ايش الفرق بين الحين وبين زمان. فانسوا لكم الاشتراك، يلا نخش على المقاطع. طيب اسمع يا شباب، اول شيء المقاطع هذه اعذروني، هذا يعني انا النسخة القديمة، انا استر كل ما واجهته، هذه المقاطع مستحيل تطلع، في مقاطع بس هذه ما راح اطلعها، هطلع المقاطع اللي يمديني اشوفها بس انا ما يدخلك. يا بس انا يا والله اول شيء نبدا المقاطع كذا المجنونه. طيب اول مقطع معانا زي ما تشوفوا فلوق بيت المهجور، شفنا ملابس الجن وكنا حد شايا، خلونا نشوف المقطع بعدين نتكلم. اوكي بسم الله، يلا يلا خلينا ننزل كحد. شوف هذا خذ لك شاي شطور. ايش قاعد اسوي هنا؟ وين انا اصلا كنت؟ لا هذا المنظر رائع. اشرب في ملابس، في جبني، في ناس. يا عيال ايش هذا؟ ما راح اكمل. ايه هذا يا عيال؟ ماني فاهم ولا شيء، ايش قاعد يصير؟ دقيقة والله في ملابس يا عيال، في ملابس والله، في ملابس احد يلعن ملابس مين والله الحين بيطلع لنا والله من نطلع. انا ايش مدخلني هنا؟ ايش قاعد بسوي مقاطع يوتيوب؟ والله انا الحين ودي اعرف انا ليش داخل عمارة مسكورة ومعايا ناس ما ادري من هم، وقاعدين ندخل ونشوف ملابس نقول جن، هذول عمال نايمين قاعدين يشتغلون فيها قاعدين يبنوا، احنا جينا صرعناهم اتوقع. وايش هذا؟ ايش هذا الملابس؟ والله فيتين عمارة ملابس. طيب ملابس شباب، ملابس عادي ملابس. يلا اخوان بالله ترجع يا ملابس تحت. اخوان اسمع بندر، يلا تتجرأ؟ والله ما بنسى. اسمع واعي عاملين يا اخوي، اسمع واعي عاملين. يلا انا هاي ماشي. سيف الابيض هناك هناك، تحرك تعرف لي هناك، تعال يلا في جني من هنا من هنا. شوف الابيض جني، نروح لهناك. شباب زي ما قلت لكم استر ما واجهتم، هذه المقاطع كلها خاص مستحيل تطلع عام والله لو ايش. تمام، ف انا قاعد ابغى اطرش المقطع اللي بعده. المقطع المقطع اللي بعده هذا ب 2016 تاريخ 8/21. اسم المقطع ثاني مقلب في ركان. ياب هذا ركان اخويا اللي ما يدري، فخلينا نشوف. بسم الله بسم الله وبركاته، معكم ريان او محب الجيمز. لا 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 وقف وقف وقف، محب الجيمز مين؟ محب الجيمز كان اول شو اول قناة اسمها، كان اسمها محب الجيمز بداية دي، هذه كذا محبل. يا عيال محبل جيمز، شوف شكله كيف. نجيب لكم الركان مقلب يا معلم، فمقلب السطل، شوف الباب مفتوح عشان الحين هو بيصحى ودايما بيجي يقفل الباب عشان شوف شكلي، شوف شكلي. هذا أنا. ألو دقيقة، شوف شعري خرب من الصدمة، ايش قاعد بسوي؟ مقالب من 2016 بصور مقاطع يوتيوب ومقالب ودنيا، اقسم بالله اني مجتهد. خلينا نكمل المقطع. والله انت تبيد حق الذكاء هرب. ما كنت انا اسوي ايديت مان الحمام، وين وين ايش هذا؟ مقلبتك يا بوي، مقلبتك يا بوي، مقلب مين بيقول هذا؟ اني كنت
مثل مستر شنب هو مقالب صح؟ مقلبتك يا ابوي. القاب ماني شايف شيء. شاب كان تمثيل اقسم بالله. شو كيف يتطلع؟ الله يكبر. كل هذا العيد انا دمك شايفه؟ كل ذا هنا مالك شايفه؟ مقلب خطير في كل مويه. طيب كذا نقدر نقول اكتفينا بهذا المقطع. يا شباب يعني شوفوا كل شخص يكون عنده بداية، هذه كانت بداية محب الجيمز. يا أقصد أنا نستحي أنا كده أريكم مقاطع يسوي ردة فعل المقاطع القديمة وب 2016 يعني سبع سنين هذه كانت بداية شباب مقالب. يعني اسمع كنت صانع محتوى بس كان ناقصني الإدت، واضح إنه هنا ما أدري كم كان عمري ناقصه. طيب والله يعني هذا صار طبعا المقاطع مستحيل تشوفوها ثاني مرة بس عندي هنا المقاطع. أوكي نقدر نقول إنه كذا نكفي فضايح، فضحت نفسي بزيادة مع إنه في كثير زي ما قلت لكم إذا وصل المقطع 100 لايك نسوي جزء ثاني، وعلى الجزء الثاني راح يكون فيه فضايح الفضايح. يعني هذه ولا شيء من الفضائح اللي عندي من المقاطع القديمة، بس يعني لو ما بديت هناك لو ما نزلت هذيك المقاطع هل كنت أنا كذا؟ فالحمد لله دائما نقول الحمد لله شباب بدايتكم كذا. ما أدري إذا حينزل مقطع ولا لا شباب، والله المقاطع حفلة. فإن شاء الله عجبتكم المقاطع، لا تنسوا لايك والاشتراك، وكان معكم ريان، مقطع خفيف بسيط و زي كذا اول مره نسوي مقلب، فبيكون طقطق بسيط يعني قليل. المقالب الجايه ان شاء الله ما حد يدري. فبس معكم كان معكم ريان او محب الجيمز. كان او مع السلامه. الله عليكم.